بسم الله والابن والروح القدس الاله الواحد امين. نكمل تاملاتنا في انجيل معلمنا متى اصحاح 6. احنا وصلنا لاخر ايه في قول ربنا يسوع له كل المجد: فان هذه كلها تطلبها الامم، لان ابوكم السماوي يعلم انكم تحتاجون الى هذه كلها. لكن اطلبوا اولا ملكوت الله وبره، وهذه كلها تزاد لكم. فلا تهتموا للغد، لأن الغد يهتم بما لنفسه، يكفي اليوم شر. الجزء اللي قبله كله وعود من ربنا بسد الاحتياجات. ربنا وعدنا ان ما فيش احتياج ربنا مش مسؤول عنه. والاحتياجات ساعات يقسموها الى احتياجات جسدية زي الأكل والشرب، وربنا وعد وقال ما تهتموش بما تأكلون وبما تشربون. وفي احتياجات نفسية زي الاحتياج للحب، احتياج إلى الأمان، احتياج إلى الانتماء، احتياج للنجاح، احتياج للحرية. حتى الاحتياجات النفسية لا تشبع إلا في ربنا. يعني اللي محتاج حب من الناس بياخد شوية حب من والديه، من أصدقائه، من إخواته، من شريك حياته، إنما محدش بيشبع حد. يفضل الواحد دايما جعان، دايما عطشان، حتى المتزوج، حتى اللي عنده أولاد، حتى اللي عنده أصدقاء، يجيله وقت كده يحس إنه مش شبعان. وما أسهل إن الناس تتفك عنه، يعني الظروف تخلي الناس تبعد، المشاكل، التجارب. وحتى الاحتياج الى الامان، اللي عنده فلوس برضو ما عندوش امان، اللي عنده مركز كبير يعني فاكر ان ده يديله امان ما يلاقيش امان، اللي عنده علاقات كتير برضو يتكل عليها انها تحميه من المشاكل وبرضو ما فيش امان. واضح ان احتياجات الانسان لا تشبع الا بربنا. احتياجاته الجسدية ربنا قال انا مسؤول، بصوا العصافير ما بتاكلش ما بتشتغلش وانا باكلها. والاحتياجات النفسية طبعا دي احتياجات أرقى من الاحتياجات الجسدية. يعني ممكن الإنسان يعيش يوم ما يأكلش، لكن لو عاش يوم من غير حب ولا أمان يبقى مرعوب ويبقى تعبان جدا. في احتياجات روحية زي الاحتياج للغفران، زي الاحتياج لله نفسه ولمعرفة الله، احتياج للأبدية. طبعا ده مش ممكن يشبع إلا بربنا. عشان كده ربنا بيقول اطلبوا اولا ملكوت الله وبره، وهذه كلها تزاد لكم. يعني هو لو الواحد فينا ركز في انه مشغول بربنا طول الوقت وعاوز الملكوت وبره. الملكوت يعني ايه؟ يعني كون ربنا هو الملك، كونه يملك على الفكر وعلى القلب وعلى الارادة وعلى الاعمال، يبقى ربنا كل حاجة. وبره يعني ما يليق بالملكوت من صفات ومن تصرفات، كل الفضائل، لأن الملكوت ملكوت ربنا في محبة، في فرح، في سلام، في طول أنا، في وداعة، في تعفف. اللي عايش مشغول بالقضية دي إزاي ربنا يبقى هو الكل في الكل ويبقى في ملكوت داخلي ويبقى مستني الملكوت السماوي الأبدي يوم الدينونة، ويبقى مشغول بالبر، بر الملكوت، ده طبيعي مش هينشغل، مش هيلاقي حاجة محتاجة. الأكل والشرب هيجوا، الراحة النفسية هتيجي، الإحساس بالأمان هيجي، الإحساس بالشبع والحب هيجي، الإحساس بالنجاح هيجي، هتلاقي كل حاجة ماشية لوحدها. طبعا ضمنيا هيجي إحساس الغفران وهيجي إحساس معرفة الله، هيبقى كل حاجة موجودة. هذه كلها تزاد لكم، من أجمل الوعود اللي في الكتاب وأصغرها. هذه كلها يعني كل اللي يخطر لك على بال من احتياجاتك تاخده بزيادة. هذه كلها تزاد لكم. تزاد لكم بمعنيها، يعني تاخدها وبزيادة كمان، وتاخدها ومن غير ما تدفع ثمنها، يعني تاخدها على البيعة. مش لازم يعني تعمل مجهود كبير قوي عشان توصل لسد الاحتياجات. ربنا قادر يسدها من غير ما يحملك ولا يكلفك حاجة. هذه كلها تزاد لكم. يعني كل لما يجي لك هاجس، طب أنا ما أمنتش العيال
وعملت زي الناس ما عملت وشلت وسويت، هذه كلها تزاد لكم. أنا مش عامل تأمين صحي، مش عارف كفاءة، هذه كلها تزاد لكم. أنا خايف بكرة الناس تبعد عني وتنساني، هذه كلها تزاد لكم. أي فكرة فيها قلق، فيها احتياج، فيها خوف، ما كل ده في وعد بيغطيه، هذه كلها تزاد لكم كلها. ما قالش حتى بعضها، لو بعضها كنا نتشكك نقول يا ترى دي دخلة في الوعد ولا مش دخلة. لا، هنا كلها، كل ما يخطر لك على بال من احتياجاتك ربنا مأمنه. ده طبيعي لأن ربنا هو الخالق والإنسان مخلوق، وطبيعي لأن ربنا هو الكبير والإنسان هو الصغير، وطبيعي لأن ربنا هو الأب والإنسان هو الإبن، فيبقى طبيعي هو اللي يدبر له كل حاجة. فلا تهتموا للغد. ملخص الاحتياجات اللي فاتت تلاقوها متركزة على حكاية الغد. يعني ايه؟ تلاقي مشكلة ناس كتير قوي يقولوا انا خايف من بكرة. طب النهاردة في لقمة عيش، بكرة يمكن ما فيش. النهاردة في قرش، بكرة يمكن ما فيش. دي الحيلة اللي بيلعب بها الشيطان. حتى لو عندك النهاردة احتياجاتك يقوم يشغلك ببكرة، يقول لك طب ما يمكن بكرة. النهاردة فيك حيل تشتغل، بكرة ما فيكش حيل. النهاردة عندك قرش يكفي الدنيا عمالة تغلى، يمكن القرش بكرة ما يكفيش. ربنا عارف الحيلة دي، فقال لا تهتموا للغد. أو بما للغد، ما تهتموش لبكرة، ما تعيش بكرة النهاردة. أغلب الناس عايشة بكرة النهاردة، فلا طايلة تعيش النهاردة ولا طايلة تعيش بكرة. يعني لو دخلت دماغ أي حد تلاقيه دايما بيفكر بكرة هعمل إيه، طب ودلوقتي والنهاردة، طب النهاردة في يوم حلو والنهاردة تقدر تعمل حاجة حلوة. ما تخليك في النهاردة، هو بكرة ده عارف هيمشي إزاي. اللي عايش بكرة مش عايش النهاردة ومش عايش بكرة، لأن بكرة ما بيجيش. ما هو لما بيوصل بكرة بيفكر في اللي بعده، لما يوصل بعده بيفكر في اللي بعده، فتلاقي العمر مسروق في فلسفة مزيفة غاشة بكرة. كل الناس عايشة في بكرة، طب هو بكرة ما بيجيش لغاية آخر العمر، وبعدين تلاقي بكرة لا خلاص بقى خلصت. والواحد يبص يقول الله ده نضحك علي، ده العمر اتسرق في قولة بكرة بكرة بكرة. وتلاقي الناس تجري تقول لك عشان نرتاح بكرة، طب هو بكرة ما بيجيش، وتحوش عشان بكرة، ويمكن تدخل في مشاكل كتير برضو عشان بكرة. لا تهتموا للغد، لأن الغد يهتم بما لنفسه. يعني هي ببساطة كده، هو ربنا بكرة مش موجود، ما هو ربنا بتاع امبارح، هو بتاع النهاردة، هو بتاع بكرة. كل واحد فينا داء ربنا امبارح وعارف ان ربنا ما سابوش. طب ايه اللي يخليك تتشكك انه هيسيبك بكرة؟ هو ما سابكش امبارح. مش كل واحد عدى على مشاكل وهموم واحتياجات وربنا ستر، طب ربنا امبارح ربنا بكرة. يعني الانسان مالوش عذر يقلق كتير، مالوش عذر يتشكك، انما كل ده ضعف ايمان. لا تهتموا للغد، الغد يهتم بما لنفسه. لما ربنا ادانا مثل العصافير، العصافير ما بتحوش، فيش عصفورة بتحوش لبكرة. ولما ادانا مثل الورد الجميل، طبعا الورد ما بيفكرش خالص، عشان يقول لنا ان كانت الخلائق الاقل والاصغر ربنا مديها كل حاجة حلوة، وهي ما تجيش حاجة جنب الانسان. بقى الانسان اللي عنده مخ، اللي عنده عقل، مش عارف يوصل للنتيجة دي ان ربنا بتاع امبارح ربنا بتاع بكرة. هو هيفضل حنين وهيفضل ضابط الكل وهيفضل مسؤول عننا وهيعمل كل حاجة حلوة. الغد يهتم بما لنفسه، يكفي اليوم شره. هنا شره مش بمعنى يعني الشر، بمعنى اليوم تعبه. يعني ايه؟ كفاية تعيش النهاردة على قد النهاردة. يعني عندك مأمورية خلصها النهاردة، هتقعد تقول طب وبكرة؟ طب يعني انت فاضي النهاردة عشان تعيش لبكرة؟ خلينا على قد النهاردة، بطلبات النهاردة، شغل النهاردة، مشوار النهاردة، خلينا في يومنا. يكفي اليوم شره، اللي هي زي خبزنا كفافنا أعطينا اليوم. يعني عيش يومك بلاش تعيش غدك.
ده مش ضد التخطيط ومش ضد التفكير في المستقبل، بس ضد الهم وضد القلق وضد التفكير الزيادة، لأن كل ده كلام مش مضمون. يكفي اليوم كمان، يعني أنت عشت النهاردة مبسوط؟ طب أنت عملت اللي عليك النهاردة لما هتفكر في بكرة؟ صليت النهاردة؟ خدمت النهاردة؟ مشيت مع ربنا النهاردة؟ شكرت ربنا على اللقمة اللي كلتها النهاردة عشان تقعد تفكر في لقمة بكرة؟ يكفي اليوم شره حتى في الحياة الروحية، ما تعولش هم بكرة. إن كان في حرب روحية أو شر النهاردة، ملكش دعوة بكرة. ربنا اللي معاك النهاردة بينصرك وانت ضعيف، حتى لو بقيت قديس والشياطين كلهم بيحاربوك بكرة، ربنا معاك بكرة. زي ما نصرك في الصغيرة هينصرك في الكبيرة. إن كنت صغير وربنا وقف معاك، حتى لو كبرت يقف معاك. لا تهتموا للغد. مشكلة الحقيقة إن إحنا أغلبنا ما بنعرفش نطلع من بكرة، وده يمكن أحد أهم أسباب القلق والخوف في العالم كله، إنه كله بيتكلم عن بكرة. نادرا ما تلاقوا حد بيتكلم عن النهاردة. في حاجة عند بعض الآباء يسموها أمانة اللحظة. يعني إيه؟ يعني يعيش دلوقتي، ما تعيش بعد ساعة. دلوقتي عندك فرصة تصلي، أنت لا تملك إن كنت تملك غير دلوقتي. صلي دلوقتي، ما تأجلش. هتأجل ده إذا كنت متأكد إنك عندك وقت. طب أنت مش متأكد، محدش متأكد بعد ساعة هيحصل ليه. خلاص يبقى خلينا بدلوقتي، دلوقتي نمشي صح، نعمل المطلوب صح. إن كنت بتشتغل اشتغل صح، كنت بتصلي صلي بذمة، إن كنت بتاكل كل وأشكر ربنا. إنما عيش كل لحظة كما يليق باللحظة، ما تطلعش بره اللحظة. خليك هنا في فكر الأطفال والبسطاء اللي يعني بيعيشوا لحظة بلحظة كده، ورمين كل حاجة على ربنا، رمين امبارح على ربنا اللي يقدر يشيل خطايانا وأخطأنا، ورمين بكرة المجهول على ربنا اللي يقدر يشيل كل المشاكل والهموم، ورمين حتى دلوقتي على ربنا في صلاة مستمرة إن الواحد يستمتع بربنا في اللحظة اللي هو فيها. من هنا بتيجي الصلاة الدائمة، الواحد يعيش اللحظة اللي هو فيها لأنه لا يملك أكثر من كده. لا تهتموا للغد، لأن الغد يهتم بما لنفسه. الغد يهتم يعني ربنا بتاع بكرة عارف كويس بكرة هيحصل إيه. يكفي اليوم شر. صدقوني يمكن ربنا لو كان قال لنا هيحصل إيه بكرة كنا ترعبنا أكتر. يعني يمكن ربنا لو كان قال لشعب إسرائيل هحكي لكم إيه اللي هيحصل بعد ما تعدوا البحر، هيقابلكوا شعوب زي عماليق، وهتقعدوا 40 سنة في الصحراء، وبعدين هيجي أيام صعبة كده حر قوي وما تلاقوش نقطة مية، وبعدين على الآخر هطلع لكم مية من الصخر. وبعدين ويقعد يحكي يحكي، كانوا ممكن يقولوا له لا خلينا في مصر، احنا دي شغلانة طلعت صعبة قوي، احنا فاكرين بعد كم يوم هنبقى في كنعان وناكل ونشرب وننام. لكن ربنا ما بيقولناش بكرة. من رحمة ربنا علينا انه ما بيكشف لناش بكرة غير بكرة، ما بيقول لناش اللي يحصل ليه، بيقول لنا حاجة واحدة بس، أنا بكرة معكم. زي ما أنا معكم النهاردة أنا كمان بكرة معكم. لو الناس كلها مشيت بكرة أنا مش بمشي، لو الناس اتغيرت من ناحيتك بكرة أنا مش بتغير من ناحيتك، لو الدنيا كلها لخبطت أنا برضو موجود. فربنا دايما بيقول ما تقعدش تفكر في التفاصيل كتير، الحاجة الوحيدة اللي ما بتتغيرش تحط فيها أمانك ورجائك وثباتك هي ربنا. ربنا موجود النهاردة زي بكرة. لا تدينوا لكي لا تدانوا. دخل ربنا يسوع له المجد في سلسلة أخرى من الوصايا. بعد ما في إصحاح 6 علمنا إزاي نصوم ونصلي ونقدم صدقة وركز على موضوع الخفاء، وعلمنا نصلي ونقول أبانا الذي، وبعدين قال لنا بلاش تحوشوا في الدنيا كتير، خلوا مخكوا في السماء حيث يكون كنزك يكون قلبك، وقال لنا سراج الجسد هو العين، خلي عينك هادية وبسيطة عشان جسدك يبقى منور. بعدين قعد يقنعنا ان هو اللي مسؤول عننا، وخلينا كده سايبين كل حاجة في ايد ربنا وننشغل بس بالملكوت وبره، والباقي يقول له يجي لوحده. قال لا تدينوا لكي لا تدانوا. للأسف علاقة إنسانية مرضية موجودة
ومنتشرة جدا هي علاقة الإدانة. تلاحظ أنها دخلت في ديل الخطية على طول. يعني أول ما آدم شاف حواء في الأول قال دي حتة مني، عظم من عظمي ولحم من لحم، دي حتة مني أنا مسؤول عنها، ده اسمه حب، ده حب. بعد ما وقع حواء وآدم في كسر الوصية على طول أول ما تسأل أنتوا كلتوا، قال له المرأة التي أعطتني هي اللي ادتني. الله، هو حد بيقول لك حصل إيه بالظبط؟ والسؤال أنت كلت ولا ما كلتش؟ هنا وقع في الإدانة على طول. وبعدين آدم مسؤول، ما هو حد قال لك يعني تاكل غصب عنك؟ ولما جه ربنا يكلم حواء قالت له الحية، طب وهي الحية أجبرتك على الأكل؟ تلاحظوا أن الإدانة خطية قديمة جدا من تاريخ آدم وحواء، وفضلت مستمرة بقى في كل الأجيال. تلاقي فكرة أن الواحد يرمي التهمة على حد، اللي بيسموها الإسقاط، يعني يبقى جواه عيب بدل ما يشوفه في نفسه يشوفه في أخوه. واحد بيحب الفلوس فيقول لك فلان ده بيحب الفلوس خالص، هو فرح أنت اللي بتحب الفلوس، عشان كده واخد بالك من الموضوع. وبعدين اتنين يتخصموا على فلوس يقول لك أصلاً أخويا طماع، وأنت لو أنت مش طماع وهو طماع كانت خلصت، كانت اتحلت. هو الحياة أنتوا الاتنين طماعين ويمكن أنت أكتر، لكن أنت مش راضي تشوف الغلط اللي فيك، أنت أسهل عليك تشوف غلط اللي قصادك. طبعا هي أسهل بعد الخطية، هو قبل الخطية كان الطبيعي أن الإنسان باصص شايف كل حاجة حلوة بالعين البسيطة، مش شايف أخوه حاجة وحشة. حتى لما كانوا عريانين ما كانوا شايفين، ده بقى العين البسيطة اللي كان ربنا يسوع له المجد بيتكلم عنها. إذا في رحلة خلاصنا عاوزين نرجع تاني للعين البسيطة اللي ما بتدينش حد. لا تدينوا لكي لا تدانوا، آية بسيطة كلنا حافظينها لكن معناها عميق جدا. لكي لا تدانوا يعني إيه؟ يعني لكي لا تقع تحت الدينونة. يعني لو عرفت ما تدينش حد، في وعد هنا، لن تدان، ربنا مش هيدينك لأنك ما بتدينش. طب أنت عامل خطايا كتير، طب وماله؟ عامل خطايا كتير وبتقول له يا رب سامحني، وترجع بالتوبة والاعتراف وتعيش في نقاوة مستمرة أول بأول، خلاص كل اللي عملته مقدور عليه، بس في شرط انك ما بتكونش بقى مركز على غلطات الناس. لا تدينوا لكي لا تدانوا. تفتكروا حكاية الراهب اللي كان راجل بسيط وما مش حافظ كتير في الانجيل وعلى قده وكل اللي شغلوا الآية دي، وبعد عمر طويل جت الساعة اللي هينتقل فيها وجمعوا الآباء يودعوه، وبعدين لقوا وشه مكشر كده وكأنه شايف حاجة، وبعدين وشه انفرج كده وبقوا مبسوط. سألوه ايه الحكاية ابونا؟ قال لهم انا شفت الشياطين جايين بيقولوا انت اصلك مهمل وانت ما عملتش وانت ما صليتش كفاية وما صمتش كفاية وقصرت في حياتك وما كنتش تنفع راهب. فهو اترعب، وبعدين بص بقى شايف ربنا يسوع له المجد جاي من بعيد، فقال له يا رب مش احنا متفقين؟ انا قلت لك، انت قلت لا تدينه كي لا تدانه، وانا قلت لك انا هعمل دي بس اللي اقدر عليه، مش هدين حد عشان انت ما تدنيش. فربنا يسوع له المجد طرد الشياطين وابتسم في وشه، فبقى عنده سلام وفرح وخرجت روحه بسلام. هو متفق مع ربنا على دي بس، لا تدينوا لكي لا تدانوا. انا رب مش هدين حد، كفايه عليا خطاياي، وانت بقى عليك تشيل كل اللي انا عملته. انت ما تدنيش، ما تقوليش كذبت واهملت وعملت وسويت. انا اقول لك يا رب انا ما قلتش على حد حاجه وحشه، فانت ما تشوفش فيه حاجه وحشه بقى، خلاص الباقي ده انت تستر عليه وخلاص. قال له خلاص ما احنا متفقين. يعني ايه واحده ممكن تدخلنا السماء، بس لو نجحنا فيها ألا ندين أحد. تبدو المأمورية سهلة لكن الحقيقة هي مش سهلة. مش سهلة ليه؟ لأننا تعودنا نشوف أخطاء الناس، تعودنا نبص على الغلط ما نبصش على الصح. في حاجات كتيرة قوي تبقى صح قدامنا تعدي ونعتبرها عادي، والحاجة الغلط هي اللي نعتبرها مش عادي ونركز فيها وننقضها وندنها ونتضايق من صاحبها. طب وهو حد قال لك يعني انت مصلح كل الكون؟ طب ما ربنا ساكت، ربنا له المجد، الديان
ساكت على أمل صاحب الغلط يصلح الغلط. أنت مش عاجبك؟ لا تدينوا لكي لا تدانوا، لأنكم بالدينون التي بها تدينون تدانون، وبالكيل الذي به تكيلون يكال لكم. كلام يخوف، يعني بالطريقة اللي هتحاسب بيها الناس هتتحاسب، وبالكيل اللي هتكيل بيه للناس هيكيل لك. انت هتختار الامتحان اللي تدخل عليه، انت هتختار المستوى اللي تتعامل بيه. انت مش بتفوت للناس خالص، ده يعني تبقى الحكاية تخوف قوي. لو ربنا مسك عليك كل كلمة وكل نظرة وكل فكرة، ما انت بتفوتش لحد، يبقى كده هتروح فين؟ إن كنت للآثام راصدا يا رب من يثبت؟ يعني مين يقدر يقف قصادك يا رب؟ هتعد علينا الغلط، يبقى مفيش فايدة، احنا كلنا غلط. طب بدل كلك غلط مالك بأخوك؟ ليه بتشله بتعد عليه؟ ربنا يسوع له المجد يحب يعذر الإنسان، يقول اغفر لهم يا أبتاه لأنهم لا يعلمون ماذا يفعلون. لا يعلمون ماذا يفعلون؟ طب انت بتعرف تعمل كده زي ربنا عشان ما تدنش لما تلاقي واحد بيغلط تقول يا رب سامحه، هو ما يعرفش بيغلط عن جهل، محدش علمه. تعرف تقول كده؟ ولا ده بيغلط لأنه لأنه لأنه، وتنعته وتوصفه وتحكم عليه، وبعدين تقف قدام ربنا يقول لك طب تعالى اقول لك انت ايه بقى، انت كمان ما انت خلاص كيلت للناس، صفتك ايه وصفتك ايه وهكذا، انك انت حكمت. من انت حتى تدين عبد غيرك؟ بولس الرسول يقول كده. يقول من ناحية تاني، مين انت عشان تحكم على حد؟ هو اللي مولاه، يعني اخوك ده ربنا هو سيده، هو اللي خلقه، هو اللي مسؤول عنه، هو اللي هيسأله، هو اللي هيحكمه، هو اللي هيحاسبه. انت تطلع مين عشان تحاسبه تحكم عليه؟ مش من حقك، مش من حقك خالص، انت عبد وهو عبد، وهناك سيد واحد. عشان كده الاباء يقولوا خطيه الادانه خطيه وحشه قوي، لان مش بس مجرد ما فيهاش محبه للناس، ده فيها تخطي للحدود، وفيها ان الواحد واخد مكان ربنا، لان ربنا هو الديان. وعلى فكره ربنا يسوع له المجد هو الديان، لكن قال ما جئت لادين العالم. لما جه الدنيا ما كانش عاوز يدين حد، لما جابوا له المراه التي امسكت في ذات الفعل كلهم واعين في الادانه، وهو الوحيد اللي بيدافع عنها، هو الوحيد. طب ده انت الوحيد يا رب اللي تحكم عليه، اما دانك احد؟ قالت له لا يا سيد. قال لها ولنا، ولا انا ادينك، ما جئت لادين العالم. بس ما تغلطيش عشان في يوم للدينونه، لو فضلتي على كده في يوم للدينونه، انما لو تبتي خلاص. ربنا يسوع اللي سطر عليها بيعلمنا تقدر تستر على خطيه صريحه. ده احنا ساعات تبقى الناس خطاياها مش صريحه، ونقعد نختلق عليهم الكلام وندعي عليهم الاخطاء. لا تدينوا لكي لا تدانوا، خطيه الادانه خطيه عدم محبه. لو الواحد بيحب الناس مش هيقع في الادانه ابدا، حتى لو شاف غلط اخوه هيبقى عاوز يغطي عليه، عاوز يعذره، عاوز يستره، عاوز يدافع عنه زي ما ربنا بيعمل معاه. كده يتشبه بالمسيح له المجد، اللي بيستر واللي بيعذر واللي بيسامح واللي بيدافع، انما مش بيدين. يعني في حاجات كتيره ممكن تعملها مع غير الادانه، تقدر تستر، تقدر تدافع، تقدر تعذر، تقدر تسند، تقدر تصلح، اي حاجة ممكن تعملها بدافع المحبة، ولا انكش تقف والدين بس الشخص وخلاص، وتقول ده اصل يستاهل كذا او يتحكم عليه كذا. ولماذا تنظر القذى الذي في عين اخيك؟ رجعنا حكاية النظر تاني، السراج الجسد هو العين. لماذا تنظر القذى الذي في عين اخيك، واما الخشبة التي في عينك فلا تفطن لها؟ القذى اصغر ولا الخشبة؟ القزة أصغر، القزة ده يعني شوية تراب، والخشبة دي حاجة طبعا دي تعمي، الخشبة دي تعور العين خالص ويمكن ما تشتغلش تاني، إنما القزة ده تراب مقدور عليه. وهنا الأباء علمونا مبدأ جميل،
قالوا ايه؟ قالوا اللي انت شايفه بيغلط النهاردة تعرف بعدها بساعة او بعدها بيوم او بعدها بشهر هيبقى شكله ايه؟ تصوروا معايا لو واحد شايف بولس الرسول جارر المسيحيين وبيعذبهم وبيزل فيهم يقول ايه في قلبه؟ يقول ده راجل مفتري، هو قال على نفسه انا كنت مفتري، ده يستاهل كل عقاب من السماء ده، وتقعد تقول براحتك. طب ايه رأيك ان بولس ده بقى هو فيلسوف المسيحية وهو كاروز المسيحية الاول وحبيب ربنا يسوع له المجد ورسول عظيم جدا بعد كده؟ انما انت ممكن تدينه لانك ما انتش شايف بكرة، اهو لما تاب سبق الدنيا كلها، سبق الناس كلها. طب هتحكم على اللي بيغلط قصادك تعرف هيتوب ولا لا؟ اللي شاف اللص اليمين في حياته ده حرامي، ده اصله وفصله مش كده؟ طيب ايه رأيك ان ده هيبقى في السماء يمكن مكانه اقرب لربنا يسوع من اي حد فينا؟ يبقى اللي انت دنته ده سبقنا كلنا للسماء. يبقى ممكن الواحد يتحاشى الإدانة بفكرة يجوز اللي بيغلط بكرة يتوب، ويجوز أنا اللي ما غلطتش دلوقتي بكرة أغلط. يبقى الواحد خايف على روحه، خايف على نفسه. بص على أي قديس من القديسين اللي ابتدت حياتهم ملخبطة في الأول. لو احنا كنا قابلناه في الأول كنا نقع في الإدانة، بس طلع اللي عنده شوية قزة لما خرج من عينه بقت عينه جميلة، بقت حياته حلوة قوي. الهم والباقي على الخشبة اللي في عينينا دي اللي مش راضية تتشال. يبقى لما بدل ما تقع في إدانة شخص الحق وقول في بالك لعله يتوب غدا، لعل ربنا يفتقده برحمته. اللي يدخل بيت الأب في مثل الابن الدار يسمع العبيد بيهمهمه ويقولوا ايه؟ الولد الصغير طلع مش مؤدب وخد حال ابوه وطفش من البيت ومحدش عارف له مكان، وطلع الولد المؤدب الكبير هو اللي ايه ملتزم مع ابوه. مش ده اللي بيتقال؟ الولد الكبير قعد يخدم ابوه والصغير طفش. فاخر القصة تطلع ايه الحكاية؟ الصغير هو اللي دخل البيت وفرحان ابوه بيه، والكبير مش راضي يدخل البيت وكأنه ملوش نصيب في السماء، وتقلبت الموازين. طب لو كنا حكمنا حسب الظاهر كنا بنبقى بنحكم، حكمنا بالمقلوب، شفنا الصغير هو اللي وحش والكبير هو اللي حلو، وطلع في الآخر الصغير هو اللي حلو لأنه تاب، والكبير لأنه متكبر وشايف نفسه كبير مش عارفين مصيره. حاجة تخوف. لما تيجي تتحارب بالإدانة دايما قول كده، محدش عارف اللي قصادي بكرة هيعمل ايه، وانا اللي شايف نفسي كويس ممكن بكرة اعمل ايه، وتتقلب الموازين. لماذا تنظر القزى الذي في عين اخيك؟ تعالوا نجاوب على السؤال ده، لماذا؟ لماذا تنظر القزى اللي في عين اخيك؟ سؤال ربنا يسوع له المجد بيسأله. صحيح هو سؤال استنكاري لأنه بيكمله ويقول وأما الخشبة التي في عينك فلطفت الله، بس تعالوا نجاوب على السؤال. أول إجابة هتقول إيه؟ بصراحة يا رب أصلي مش بحب أخويا كفاية، عشان كده أنا بشوف عيوبه، لأني لو حبيته ما كنتش شفت عيوبه زي ما أنت عامل معانا. ربنا لأنه بيحبنا قابلنا على غلبنا، إنما ربنا لو شاف كل عيوبنا طب إحنا يعني مش هنعرف نصلي مش هيقبلنا أبدا. فأول إجابة لماذا تنظر القزى؟ أول إجابة لأن ما عنديش محبة كفاية. تاني إجابة لأني تعودت أشوف القزى، أنا عينيا مش بسيطة مش نظيفة، فبدور على القزى والتراب، فأنا تعودت للأسف تعودت. تالت إجابة ممكن تبقى إيه؟ لأني مش شايف عيوبي ومش مشغول بالنظر الى داخلي، انا ببص حسب الظاهر من بره. ربنا قال انا حاطط فيك اناء داخلي، انسان داخلي وانسان خارجي. الداخلي اهم لان هو هيدوم، كلنا مشغولين بالخارج من بره. طب والداخل ده هو ده الاهم. لو الواحد فينا عينيه على قلبه عينيه على داخله مشغول بنقاوة قلبه مش هيبص لعيوب الناس، مش هيشوف.
يبقى انت تنظر القذى لانك مش مشغول بنقاوة قلبك، مش مشغول بعلاج نفسك. انت شايف كل الناس فيها عيوب ومش راضي تشوف عيوبك، عشان كده بتنظر القذى. تنظر القذى الذي في عين اخيك، قد يكون كمان انت تنظر القذى اللي في عين اخيك لانه هو الموضوع ده مليك من جواك، ليه فكرة الاسقاط، ان الواحد تبقى خطية شغلة ومش راضي يعترف بيها قدام ضميره، عاوز يشوفها في عينين الناس، عاوز يشوفها في حياة الناس، يقول لك ده أصله غضوب، ده أصله نظراته شريرة، ده أصله بيحب الفلوس. اللي انت هتقوله ده غالبا يدينك، لأنك اللي بتقول عليه انت بتشاور على غلطة مستخبية جواك، عشان كده انت شايفها بس مش راضي تشوفها في نفسك، انت شايفها في اللي حواليك. كمان بعض الآباء فهموا بالدينونة التي بها تدينون تدانون، معناه ربنا هيسيبك تقع في الغلطة اللي انت تكلمت عنها. وكتير جربوا المعنى ده، أول ما تقول فلان بيعمل، نفس اليوم يمكن تقع في نفس الغلطة اللي هو غلطها، كأن ربنا عاوز يقول لك ده أنا محوط عليك عشان ما تغلطش، وساتر عليك عشان ما تتزحلقش. تقوم انت تعيب في اخوك، طب انا هشيل بقى الغطا ده، وريني شطارتك منك كده العدو الخير، تقدر ما تغلطش، ده نفسك غلط في نفس الغلط اللي اتكلمت عليه، عشان هنا النعمة يعني بتسيبك شوي، لان ربنا ما يحبش خطيئة الإدانة ابدا، يحب الانسان المتواضع اللي شايف غلطه، انما ما يحبش العيون المتعالية اللي عمالة تحكم على الناس، يوم يسيبك يقول لك طب بدل انت بتحكم على الناس وشايف نفسك كويس، يلا ورينا هتعرف تمشي في الدنيا ازاي. الواحد يقع في مطبات ومشاكل وخطايا ما كانتش تخطر له على بال بسبب انه بص للناس بصة مش كويسة. والإدانة كمان درجات، منها درجة النظرة، يعني نوع النظر نفسه بيحدد هتفكر ازاي. النظرة تجيب فكر، فممكن الواحد يقعد يفكر في أخطاء الآخرين أو يفكر بطريقة عذر الآخرين. بعدين تنزل على القلب، القلب يشيل من الناس اللي بتغلط، أو يحطهم كده في موقع من الكراهية أو الحقد أو الدونية، يبصلهم من فوق. وبعدين الأوحش من كده تطلع في اللسان، فيبتدي يشهر بيهم أو يتكلم عليهم أو يجيب سيرتهم. يبقى الخطية دي خطية مركبة لوثت كل حاجة، العين والفكر والقلب واللسان، ولخبطت الدنيا. والأوحش من كده انها ممكن تلوث الآخرين، واحد بيعيب في حد فبقى التاني كمان مش طايقه، والتالت كمان، والرابع، وكده الشيطان وقع كل الناس في بعض وكره الناس في بعض، وبدل ما الناس تسند بعض وتشيل بعض بقى كله بيتخانق وكله مش عارف يحب بعض. أم كيف تقول لأخيك دعني أخرج القذى من عينك وهل خشب في عينك؟ يعني إيه؟ مش ممكن تعرف تساعد أخوك إن كان فيك روح إدانة. يعني ممكن تساعد أخوك لو بتحبه، إنما أنت قاعد شايف غلط وبتقول له هات ساعدك، هتساعده إزاي وفي خشبة في عينك؟ ما تروح تنقذ نفسك الأول، أنت مش عارف تحب. شبه واحد زي القديس أغسطينوس وقال إيه، واحد يشوف واحد بيغضب فيدينه، الغضب بتاع اللي بيغضب ده نعتبره قذى، أما الإدانة وقعت اللي بيدين في كراهية، الكراهية خشبة يعني خطية أوحش. يا أخي طلع الكراهية من قلبك الأول الخشبة عشان تساعد فلان يبطل غضب، إنما أنت بتقول يا فلان ده غضوب قوي، ما أنت مش بتحبه، في مصيبة أكبر أنت مش شايف. يجوز هو بيغضب لأنه ضغطه عالي، لأنه يعني في ظروف معينة، ما هو قذى حاجة مش صح، بس هي يعني تيجي إيه جنب الكراهية اللي في قلبك، أوحش كتير. أخرج أولا الخشبة من عينك أنت عشان بعد كده تعرف تساعده. يبقى الواحد لما ينظف عينه تبقى عينه زي عين ربنا، فيها حب، فيها عذر وشفقة على الناس كلها، تقدر تساعد الشخص تخلص من أخطاء. لكن زي ما قال الكتاب، أعمى يقود أعمى
كلاهما يسقط عن في حفر. يعني انت فاكر نفسك مفتح وانت مش شايف، هتساعد واحد هتغرق بدل ما هتساعده. ومن هنا يفشل كثيرون في التربية او في الخدمة. يعني في التربية اب شايف عيوب عياله ومش شايف عيوبه، فيجي يعلق يمين وشمال، العيال احتراما للاب يسمعوا له شوية بس مش عارفين يتصلح، لان هو مش راضي يشيل الخشبة اللي في عينه الاول. قبل ما تشيل القذف في عين ابنك شيل الخشبة من عينك، ساعتها تعرف تساعد ابنك ان تخرج القذف من عينه. نفس الكلام في الخدمة، لو واحد عاوز يخدم واحد ويساعده على التوبة، طب توب انت الاول، توب الاول، نقي حياتك انت الاول عشان تقدر تساعد اللي حياته مش نقية. يا مرائي اخرج اولا الخشبة من عينك. كل ما الواحد يقع في الإدانة يفكر نفسه بالآية دي، يا مرائي أخرج أولا الخشبة من عينك. كل ما يجي في بالك تهمة لحد قل لنفسك الكلمة دي، يا مرائي أخرج أولا الخشبة من عينك. ليه يا مرائي؟ لأنك أنت سايب نفسك وبتدور على غيرك، ده رياء. رياء اللي عاوز يعلم ويوعظ وهو نفسه مش عاوز يتعلم ولا يتوعظ. طب ده رياء. اتعلم الاول عشان تعلم صح، اتوعظ الاول عشان توعظ صح. دور في توبتك قبل ما تدور في توبت اللي حواليك. وحينئذ تبصر جيدا ان تخرج القذى من عين اخيك. تعرفين حتى في طب العيون، طب العيون حساس، لو واحد تبرع كده وحط حاجة يعني اطرف عين حد عشان يساعده كانت مش في مطرحها، تجيب اذية اكتر. ما اكثر ما نفعل مثل هذا، ان احنا نيجي نساعد الناس نغرقهم نأذيهم نتعبهم. ليه؟ ما احنا اصلنا عنينا مش مظبوطة، احنا مش مؤهلين ان احنا نصلح الناس ونساعدها بسبب الخشبة اللي في عينينا. ربنا يسوع له المجد اهتم بالوصية دي وادها كذا آية وشرح وكرهنا فيها في الخطية بتاعت الإدانة. بلاش تدين، ما تاخدش مكان ربنا، خليك حنين على الناس. لو عاوز تعالج نفسك من الإدانة، أول علاج افحص نفسك دائما. انشغل بقلبك أنت، انشغل بعينك أنت، خليك دائما شايف خطاياك. اللي شايف خطاياه على طول ما يقدرش يشوف خطايا الناس، خلاص هو مشغول بخطيته. اللي قاعد يتوب طول الوقت مش هيعرف يقول فلان بيعمل وفلان بيسوي. تاني علاج لخطية الإدانة، امسك لسانك على الأقل. حتى لو قلبك وعقلك وعينك لسه عاوزين شغل، ابتدي بلسانك، ما تسيبش لسانك يجيب سيرة حد مهما حصل. ولو جات سيرة حد قول فيه كلمة حلوة. يعني ربنا شايف فينا حاجات حلوة واحنا مش راضيين نشوف في بعض حاجة حلوة. ربنا قابلنا على عبلنا يعني واحنا مش راضيين نقبل بعض، ازاي؟ ربنا القدوس الطاهر الكامل اللي ما فيهوش ولا خطيه وساكت علينا وقابل، قابل على كده. طب احنا مش قابلين بعض ازاي؟ احنا لازم نقبل بعض. حاجه كمان تساعدك انك ما تقعش في الادانه، حاول تحب الناس. لما تصلي انك تحب الناس، الشخص اللي بتدينه تتحاول انك تدافع عنه. لأن لو ما تصورت أن الناس دول كلهم أولادك، لو جه حد يتكلم على ابنك كلمة هتتبارى في أنك أنت تدافع عن ابنك وتتلمس له الأعذار وتحامي عنه. طب ما بتعملش كده مع كل الناس ليه؟ هم مش ولادك. لا، أنت مش بتحبهم، لو حبيتهم هيبقوا زي أولادك، هيبقى قلبك كبير زي ربنا، فشايف كل الناس غلابة، كل الناس تعبانة، كل الناس ضعفة، فبتعذرهم. لا تعطوا القدس للكلاب ولا تطرحوا ضراركم قدام الخنازير لألا تدوسها بأرجلها وتلتفت فتمزقكم. ربنا علمنا ندي وندي بسخاء، وعلمنا نحب الناس قوي. لكن مع الحب، أحبوا أعداءكم، احسنوا إلى مبغضيكم، صلوا لأجل الذين يسيئون إليكم ويطردونكم. علمنا الحكمة،
هنا دي أحد الوصايا اللي فيها فكرة الحكمة، لا تعطوا القدس للكلاب. الكلاب في زمن ربنا يسوع له المجد كانت تقال على عبدة الشياطين، الأمم الوثنيين اللي بيعبدوا الشيطان ممثل في الأوثان، كانوا ساعات يسموهم الكلاب. ويبدو كان عندهم بعض الأمثلة، زي مثلا ليس حسنا أن يؤخذ خبز البنين ويطرح للكلاب. الكنعانية لما سمعت الكلمة دي وكانت عارفاها الظاهر، قالت له الكلاب تحت المائدة مستنية لؤمة. قال لها يا امرأة عظيم إيمانك، ده أنت كده إيمانك عظيم لأنك متواضعة وقبلتي الكلام ده وبرضه مستنية اللؤمة. لا تعطوا القدس للكلاب يعني إيه؟ يعني بلاش تدي حاجة غالية لحد ما يقدرش. ما تديش حاجة غالية لواحد ما يقدرش. يعني تتكلم عن الفداء والخلاص ومحبة ربنا لشخص مستهتر عمال يتريق، لا ده مش مكانها. ولا تطرحوا ضرركم قدام الخنازير لئلا تدوسها بأرجلها وتلتفت فتمضقكم. والخنازير برضو كانت رمز للخطايا بتاعت الأوثان لأنها كانت ضد الشريعة. فربنا سيقصد إيه؟ اتعود تختار الشخص اللي تديله الحاجة المناسبة، بالذات في الأمور الروحية. في ناس تتكلم عن ربنا مع أي شخص بس بطريقة ما فيهاش حكمة، يقوم بدل ما يكسب اللي قصاده يجيب إهانة لاسم ربنا، لأنه طرح القدس للكلاب وطرح الضرر قدام الخنازير. لا ده مش معناه واحد هنا يقول الله، مش احنا قلنا مش هندين حد، لا في فرق بقى بين الإدانة والتمييز. كونك ما بتدينش الناس ده مش معناه انك مش شايف الأخطاء، انت شايفها لكن مش بتدينها. طب ازاي؟ الكتاب بيقول ويل للقائلين عن الشر خيرا وعن الخير شرا. يعني ما تقلبش الموازين، الكذب كذب، انما ما تقولش على فلان كذاب ولا تكرهوش، ويجوز في بالك تقول يمكن ما حدش علمه الصح، يمكن لانه جواه خوف، تقعد تعذره وتصلي له وتحاول تساعده يبطل كذب، لكن انت عارف ان ده كذب. مش هتوصل لدرجة انك تقول لا دي مش كذب ده شطارة، لا انت كده غيرت لخبط. ما تقلبش الموازين، هتميز انه ده ما ينفعش يتقال له كلام روحي دلوقتي، ده ينفع نصلي له بس، ينفع نصرخ لربنا انه ينقذه من المرحلة اللي وصل لها. ده ما ينفعش يدخل بيتك، مش لانك مش بتحبه، لانه لو دخل بيتك بدل ما هيستفيد هيضرك انت واولادك، يبقى ما يدخلش بيتك. الله، طب ده مش ضد المحبة؟ لا دي المحبة ومعها شوية حكمة. لما القديس يوحنا الرسول يقول ما تدخلوش البيت اللي بيقوله المسيح له المجد مش ربنا، ده لا تقولوا له سلام، لأن دول بيعلموا زي شهود يهوه كده، بيعلموا تعليم منحرف عن الكنيسة. قال ما تقول لهمش سلام، ما تدخلهمش بيتكم. لا طب ده انت اللي قعدت تقول ربنا سأل أحبوا بعضكم بعضا أحبوا. قال معلش دي عاوزة حكمة، لا تطرحوا القدس للكلاب، لا تطرحوا ضرركم قدام الخنازير. في ناس بالدعاء الحب تتغافل عن الحكمة فتأذي روحها. لازم يبقى عندك حب وعندك حكمة، لازم يمشوا مع بعض زي القضيبين بتوع القطر كده، حب لوحده القطر يقع وحكمة لوحدها ما تنفعش تبقى خبث، إنما حب مع حكمة. بتحب اللي قصادك عاوز يعرف ربنا، لكن عندك حكمة تقول إيه وما تقولش إيه، تتعامل لأي مستوى، تدخله بيتك ولا بلاش يدخل، دي حكمة ما فيهاش حاجة. ربنا يسوع له المجد كان أحيانا يسكت وما يتكلمش لأن اللي قصاده مش هينفع معاه كلامه. يعني وقت محاكمته أغلب الوقت كان صامت. ليه؟ هيدافع عن نفسه ليه؟ اللي قصاده ما بيسمعوش، اللي قصاده بيدوروا في الغلط، متآمرين كلهم شر، خلاص ساعتكم وسلطان الظلمة، سكت. طب ده مش وقت وعظ يا رب؟ لا مش وقت وعظ. لا تعطوا القدس للكلاب، ده وقت صلب، وقت احتمال، وقت صلب، وقت ألام.
لألا تدوسها بأرجلها. ما انت كمان ما تهنش حاجة ربنا، ما تهنش حاجة ربنا، ما تهنش اسم ربنا. وتلتفت فتمضقكم، يعني مش بس هتدوس على حق ربنا، دي كمان هتجور عليك انت وعلى اللي حواليك. يبقى خلينا حكماء فيما يقال وفيما لا يقال، خلينا عندنا تمييز وما عندناش إدانة. والفرق بينهم ايه؟ حب وحكمة. لما يكون عندك الحب والحكمة تطلع من خطية الإدانة إلى فضيلة التمييز والإفراز، تميز الناس وتفهمهم لكن ما تكرههمش، تحبهم لكن مش هتجريهم في كل طلباتهم. وبعدين أحيانا عدو الخير يستغل آية عن آية، فيجي واحد يقول لك ايه، مش الانجيل قال اسأله وتعطه، ما تديله اللي هو عاوزه، تبقى عارف ان هو بيسرقك او ان هو هيضر نفسه وياخد الحاجات دي يأذي بيها غيره، وتبقى محتار. ايوه ما هو ربنا اللي قال اسأله وتعطه، قال حاجة تاني، قال لا تطرحوا ضراركم قدام الخنازير، مش كده؟ يبقى لازم الواحد يفكر في كل الآيات مع بعض. وربنا له المجد، قال لنا اسألوا تعطوا، أو ده بالنسبة لربنا، وقال كل من سألك فاعطيه. تلاحظ ان ربنا لما بنسأله مش دايما يدينا بالظبط اللي احنا عاوزينه، يبقى معناها لما يقول لنا كل من سألك فاعطيه برضو مش كل اللي يطلب منك حاجة تديها له زي ما هو عاوزها، يمكن هو عاوزها يأذي روحه او يأذي كل الناس. لا مش شرط، انت برضو لازم يبقى عندك حكمة، انت عندك قلب مستعد للعطاء زي ربنا له المجد، بيدي بدون حدود لكن بيدي بحكمة. ربنا بيدينا بحكمة وقد يعطينا اكثر مما نطلب. طب وما لو اعمل كده مع الناس، لكن مش بالضرورة كما يطلبون بالضبط، لألا تكون بتديهم حاجة مش لمصلحتهم. يبقى حتى الوصايا الإلهية بنرجع على نفسنا ونحط ربنا قصاد عينينا. قال لنا كل من سألك فاعطيه، حاضر يا رب. طيب انت كمان يا رب قلت على نفسك اسأله وتعطي. ساعات نطلب منك تتأخر شوي، يعني ممكن نتأخر بدافع الحب برضو، او ممكن بس بدافع الحب تقول لو اديته زيادة هيتدلع، لو اديته زيادة هينحرف، لو اديته زيادة مش هيشتغل، لو اديته زيادة هعوده على الأنانية اكتر، يبقى مش هديله. طب وماله؟ ما تديلوش، لانك انت بتديله اهتمام، ما انت فكرت بتديله حب بس مش بتديله اللي هو عاوزه. ربنا بيعمل معانا كده. يبقى الحب الناضج حب حكيم، والحب الناضج حب واعي، مش بيوفر مجهود، لا ده ممكن يتعب اكتر لكن عشان تبقى المصلحة اكبر. وهنا في اللاءات، الحدود، في حاجات لا، في مجلس المستهزئين لا يجلس. الله طب ما هم عاوزينك تقعد معاهم وطلبوا منك تحكي معاهم وتنبسط معاهم، بس انت بتقول لا. لا ليه؟ لان ده ما يرضيش ربنا، المجلس ده ما فيهوش المسيح له المجد. طب هيزعلوا؟ معلش يزعلوا. طب ده مش حب؟ لا حب، حب بس بطريقة ربنا، حب ما يشتركش في الغلط، حب يعرف يقول لا، حب يعرف في وقت يقول لا، من أجل الحب برضه، من أجل حب الله وحب الناس. اسألوا تعطوا، هي جاية في دلها، اطلبوا تجدوا، اقرعوا يفتح لكم، لأن كل من يسأل يأخذ، ومن يطلب يجد، ومن يقرع يفتح له. ربنا وعدنا وعد مفتوح، قال لنا اسألوا تعطوا، كل من يسأل يأخذ، اطلبوا تجدوا، من يطلب يجد، اقرعوا يفتح لكم، من يقرع يفتح له. إنما بعد كده ابتدى يكلمنا في نوع العطية، يبقى حط لنا المبدأ إن ربنا دائما مستعد للعطاء. ربنا له المجد، مش متأخر أبدا إنه يفتح الباب. لكن بعد كده فهمنا هو بيفكر إزاي في العطاء. قال لنا أم أي إنسان منكم إذا سألوا ابنه خبزا هل يعطيه حجرا؟ وإن سألوا سمكا هل يعطيه حية؟ فإن كنتم وأنتم أشرار تعرفون أن تعطوا أولادكم عطايا جيدة، كم بالحري أبوكم الذي في السماوات يهب خيرات للذين يسألونه. يبقى ربنا عاوزنا نصلي. طب ليه؟ طب ما هو عارف،
هو قال أبوكم يعلم ما تحتاجون إليه قبل أن تسألوه. نطلب ليه؟ لا، نطلب عشان هو أبونا، ونطلب عشان نتكل عليه، ونطلب عشان نلجأ ليه، ونطلب عشان نقضي وقت معاه، ونطلب عشان نحس إن كل حاجة من إيده، ونطلب عشان تزداد العلاقة قربا والتصاقا بيننا وبينه. إنما هو في الآخر هيدينا أحلى حاجة عنده وأحلى حاجة لينا. عشان كده تلاحظوا ما قالش يهب كل ما سألتوه، قال يهب خيرات للذين يسألون. هتاخد هتاخد، بس يا ترى هتاخد ايه؟ يجوز تكون تطلب شفاء وربنا ما يجيبش شفاء بس يجيب سلام. ايه رأيك؟ تقول بس انا عاوز شفاء، يقوم ربنا يقول لك معلش انا اصلي هديك حاجتين، هسيب التجربة تجيب لك اكليل في السماء وهديك معاها سلام. انت بتزن عاوز شفاء شفاء، وانا بقول لك في حاجة احلى بس انت مش شايف، اعطيك خيرات لانك سألتني، هديك سلام وهديك راحة بال وهديك انتصار على التجربة، بس مش هشيلها لاني لو شلتها انا بضيع عليك بديتك وبضيع عليك اكليلك. تزعل من ربنا وتقول له بس انا عاوز اللي طلبته، يقول لك حبيبي انا بعمل لك احسن من اللي انت طلبته. لو عندك ايمان بقى هتقول له خلاص يا رب اعمل اللي انت شايفه. يبقى طلبت واخدت، بس ما اخدتش بالظبط اللي كنت عاوزه. طب ومال؟ خدت احسن، خدت حاجة شايفها ربنا احلى. يهب خيرات للذين يسألونه. ممكن تطلب استجابة في وقت معين، تلاقي الوقت جه ما حصلش حاجة، تقول له يا رب ما انا طلبت وانت قايل اطلبه تجده، ووعدك امين. ايوه وعده امين وصادق، بس ما قالش تجده امتى، ما قالش المعاد. ايه المعاد؟ طيب قال كل شيء تحت السماء وقت، هستجيب صدقت، بس طول بالك. ابونا ابراهيم طلب هو وسارة عيال، ربنا استجاب بس مش في الوقت اللي هم كانوا عاوزينه، بعد سنين طويلة قوي. وبعدين استجاب بقى استجابة عظيمة جدا، لأنه يهب خيرات للذين يسألونه. في حسابات ربنا الوقت المتأخر ده أفضل جدا. يبقى وإحنا بنطلب متأكدين أن ربنا سامع ومتأكدين أن ربنا بيستجيب، بس مش متأكدين بالضبط شكل الاستجابة إيه. عارفين أن ربنا سامع وعارفينه بيستجيب، دي حاجة ما بنشكش فيها أبدا، سامع ومهتم جدا وبيستجيب جدا ويفتح الباب. لكن يا ترى في الآخر لما هنفتح الباب هنلاقي ايه مستنينا؟ مش عارفين اللي احنا طلبناه بالظبط ولا حاجة احلى. اكيد حاجة احلى على الاقل اللي طلبناه. طب كويس، الا في حالة لو كنا بنطلب حاجة غلط واحنا مش دريانين انها تأذينا. وطبعا ساعتها ربنا هنا ادانا مثل حلو، قال يعني انتم مع اولادكم في ابن يطلب خبز تقوم انت تديله حجر؟ فكروا معايا، ممكن تديله ايه بدل ما تديله الخبز؟ تديله خبز وسمك، خبز ولحم كمان. ربنا بيعمل كده؟ مش معقول هتديك حجر، هتدي ابنك حجر. لو ابنك طلب سمك تديله حية تقرصه؟ مش ممكن انت تديله سمك وتعمله مايدة كمان وليمة. احنا ربنا بيعمل معانا كده، فبيقول اذا كنتوا وانتوا اشرار مع اولادكم بالذات ما تتاخروش تجيبوا احلى حاجه. طب انا هقصر معاكم؟ لازم هعمل احسن جدا من موقفكم حتى من عيالكم. يعني احنا اللي قلبنا ضيق ومليانين خطايا مع اولادنا ما بنستخسرش وبندي احلى حاجه. وجابها في حته الابوه عشان عارف ان احنا يمكن وحشين بس مع اولادنا بنبقى كويسين. فقال طب أبوكم السماوي بقى ممكن يأثر إزاي؟ كم بالحري أبوكم الذي في السماوات يهب خيرات للذين يسألونه. الوعد ده جميل قوي، اسألوا تعطوا، اطلبوا تجدوا. كل ما تلاقي مشكلة اسأل، ستعطى بالتأكيد، لكن هتعطى ايه؟ برضو خليك مطمن، هتعطى أكثر جدا مما تظن أو تفتكر أو تطلب، هتاخد أحلى حاجة. عشان كده في انجيل يوحنا يقول اطلبوا تاخذوا ليكون فرحكم كاملا، لان فرحتك تكمل لما تفاجئ بان الاستجابه اكتر مما توقعت. وبعدين هو قبل كده قال اطلبوا ايه؟ ملكوت الله وبر. يبقى هنا عمال يقول اسالوا واطلبوا واقرعوا ليه؟ عشان خلاص قال لنا ركزوا في دي. فاحنا بقى دلوقتي فهمنا حاجتين،
نركز في ملكوت الله وبره، ما فيش داعي نضيع وقتنا في هذه كلها لأنها تزاد لنا. وعندنا رجاء وإحنا بنطلب إن ربنا عاوز يدي، اطلبوا تجدوا، فبنقول له رب ادينا الملكوت، متوقعين عاوز ادينا الملكوت، ادينا برك، حاضر هديكوا بر، ادينا رب من محبتك، حاضر، وسع رب قلبنا زيك، حاضر، علمنا حياة الشكر، بر الملكوت تديكوا حياة شكر، خلي عندنا تواضع كده، حاضر نديكوا تواضع، خلينا كده نعرف نقدمك للناس عشان الملكوت يكبر، اديكوا نعمة تقدموني للناس. كل ملكوته بره، اطلب تاخد، وبدل بتطلب هتاخد، وتاخد اكتر جدا مما تتوقع. لالهنا كل مجد وكرامه الى الابد، امين.